Genetics and biochemistry. الوراثة والبايوكيمستري أو الكيمياء الحيوية مرتبطتان وتشرح إحداهما الأخرى، وتضيف كل منهما بايوكيمياء الإنزيمات. والنظر إليها تخليق الـ RNA والـ DNA احتاج فترة طويلة من العلماء لفهم المشكلة. الـ DNA ينسخ إلى RNA، وهذا القالب من الـ RNA يترجم إلى بروتين، وهذا البروتين هو الذي يحدث الوظيفة ويكون في صورة إنزيم أو هرمون يحدث الوظيفة التي نعرفها. مادة تانية لبقاء الحياة، الحمض النووي الـ DNA والبروتين يتواجدان معا في سلاسل من المواد التي تكون البكتيريا والنباتات والحيوانات، هي عناصر داعمة للحياة، وهذان العنصران يظهران خصائص مميزة، فهي جزيئات كبيرة جدا تتكون من آلاف من الوحدات تحيط مع بعضها بسلاسل مثل عقد اللؤلؤ، ولها القدرة على تكوين اللولب ترتبط مع بعضها، وقد تحتوي على بروتينات وأحماض نووية مع سوبر مولكيول. تفاعل الحياة يستمر في نمط غير مشهور في طي الشريطين المرتبطين. البروتينات تحتوي على أحماض أمينية، وهي العناصر الأساسية في كل الطبيعة على سطح الأرض. هناك 20 نوع من الأحماض الأمينية. النيوكليوتيدات تتكون من قواعد نيتروجينية وسكر وحمض فسفوريك. في الطبيعة لا يوجد أكثر من 8 قواعد نيتروجينية، كلها تحتوي على حمض الفسفوريك. القواعد النيتروجينية يمكن أن تكون وحدة من 5 أنواع مختلفة. والسكر يمكن أن يكون من نوعين، أحدهما الريبوز والذي يحتوي على ذرة أكسجين زائدة عن الجزيء الآخر ويسمى ديكسوكسي ريبوز. هذا التغير الطفيف غير الملحوظ في ذرة وحيدة له تأثير كبير. تنقسم الأحماض النووية إلى سلاسل مختلفة، نوعين من السلاسل المختلفة والتي لها وظائف مختلفة، وهذا الاختلاف اختلاف كبير. الديزيكسو ريبونيوكليك أسيدز أو ما يعرف بـ TNA، ويعتبر المادة الوراثية، والـ RNA أو الريبونيوكليك. الـ DNA كيف يخلق؟ اكتشف ذلك سيرجيو أوفشارو. البروتينات والأحماض النووية مادة الحياة. البروتينات تعيد بناء الأحماض النووية، حيث أن الإنزيمات تلعب دورا في كل التفاعلات الكيميائية في عالم البشر. الآلية الأساسية لتحضير البروتين التي تبني الحمض النووي في أنبوبة اختباره. بالنسبة للحمض النووي هناك إمكانية كبيرة عند ترتيب وحدات البناء في سلاسل لا تترك للصدفة، ولكن تخطط التفصيل لكل جزيء ولكل كائن حي بطرق النووية. DNA replication أو تخليق الحيوي للDNA أو نسخ الDNA، عملية يتم فيها نسخ الDNA في الخلية قبل انقسامها، ولا بد من أن تتضاعف نسخ الDNA وأن ينسخ الDNA نفسه لنحصل على خليتين يحمل كل منهما جينوما كاملا منفصلا. كل خلية تحمل كل ما تحتاج إليه لتنتج خلايا أخرى مشابهة ومماثلة، وجميع المعلومات في الخلية لابد من نسخها ولابد من نقلها بصورة مثالية، وتتعجب عندما تعرف أن المطلوب نسخ 3 بلايين قاعدة مزدوجة نيتروجينية في ساعات قليلة. بعد النسخ تحتوي الخلية على ضعف مادتها الوراثية، وتستطيع بعدها الخلية أن تنقسم تكون خلية أم وخلية جديدة، وكلا الخليتين تحمل نفس المادة الوراثية. يحدث انفصال الDNA مزدوج الشريط، وتتوالى القواعد النيتروجينية في التكوين بفعل الـ DNA polymerase، ولابد من وجود البريمر هذا شرط لبداية عملية transcription. عندما تتم هذه العملية ينفصل الشريطان ليكون شريطين مزدوجين منفصلين، وبعدها يمكن الخلية أن تنقسم. عملية نسخ جزء أو قالب من DNA للـ RNA يسمى الـ RNA replication، ويسمى المتكون أو القالب المتكون من سينجر RNA. تنفصل شريط الـ DNA عند active site، بتتوالى
تكون القاعدة النيتروجينية ويحدث بينها بومب فوسفوديستر بومب، يتوالى تكون القواعد النيتروجينية بفعل البوليمريز الار ان بوليمريز، وعند الانتهاء من تكون الشريط من السنجل ار ان اي ينفصل هذا الشريط ليكون جاهزا للترجمة او الترانسليشن تكوين بروتين منفصل تماما. هنا في شكل فراغي للريبوسوم، نستطيع ان نتصور شكل الريبوسوم كيف يكون والمواقع او السايتس اللي بتتكون عندها في البروتين. هناك سايتس اكتيف سايتس، وفي ترانسفير ار ان اي بيجلب الامينو اسيدز ويحدث ما يشبه التصاق ما بين هذه الاحماض الامينيه او الامينو اسيدز لتكون البروتين. ترانسفير ار ان اي يجلب الامينو اسيدز ويحدث اتحاد ما بين هذه الاحماض الامينيه لتكون البيبتيد او البروتين. هذا شكل الريبوزوم الفراغي، يتصور كيف يحدث عملية الترانسليشن هنا عملية الترانسليشن بالتفاصيل. هنا الريبوزوم في جزء صغير جزء كبير، وهناك بينهما السنجل ار ان اي ترانسفير RNA بيجلب الأحماض الأمينية، هنا ميثيونين وأرجينين. هذه الأحماض الأمينية تتكون وتتحد مع بعضها بروابط يحدث الارتباط بين الميثيونين والأرجينين، وتتوالى جلب الأحماض الأمينية على حسب الكود الموجود في السنجل RNA. بيجي اليوسين ده عند امين ثالث بيجيبه في الترانسفير ار ان اي، وبيغادر الترانسفير ار ان اي عند اداء وظيفته. يجي ترانسفير ار ان اي تاني يلصق سين ده السيستين ده بال هوشا وكولبير، كل في معمله بدا في حل المشكله. هوشا سار في مسار جعله ينتج الار ان اي، وكورنبرج جعله يبحث تكون الدي ان اي. سلسله من الابحاث بغير تعاون رسمي بينهما وبين معمليهما، ولكن كصديقين استفاد كل منهما. نذكر ان اليوريك اسيد الممثل الاول للبيورينز احد اعضاء القاعده النيتروجينيه اكتشف في السويد سنه 1780 كوسيل البرت كوسيل، وحصل على نوبل في سنه 1910 لفهم التركيب الكيميائي للنواه الخليه. ألكسندر توت أوضح الخصائص الكيميائية تفصيليا للحمض النووي، وحصل على جائزة نوبل عام 1900 في الكيمياء عام 1957، وسهل مهمة أوشا وكورنبرج. حضر تحضيرات نقية من البكتيريا. أوشا استخدم بكتيريا حمض الخليج أو أسيتيك أسيد بكتيرين، وكورنبرج استخدم بكتيريا القولون كولي بكتيريا. أوشا استخلص إنزيم أسماه إنزيم أوشا ينتج الـ RNA من النوكليوتيدات التي لها ضعف نسبة حمض الفوسفوريت ribonucleic acid، ويتكون من فصل نصف حمض الفوسفوريت وتوصيل النوكليوتيدات مع بعضها لتكوين جزيء كبير ولا يختلف عن الحمض النووي الطبيعي. كورنبرج استخلص انزيم اسمه انزيم كورنبرج وينتج الـ DNA، وكلاهما وصل لنفس النتيجة يعني التفاعل يبدأ. هذه الانزيمات هي البلوميريز الذي نعرفه اليوم، دي ان اي بلوميريز و ار ان اي بلوميريز نمبر 1. لابد من اضافه كميه صغيره من نيوكليك اسيد ليعمل كقالب. الانزيمات لا تعمل اي نوع، ستنتج بمجرد حصول على القالب. لابد من اضافه كميه صغيره من نيوكليك اسيد ليعمل كقالب تمبلت، والانزيمات لا تعرف اي نوع
ستنتج بمجرد حصول على القالب يعمل كمرشد لها ليبدأ النسخ. هنا نتعرف على مبادئ الحياة التي تخلق مثلها يعني الآلية التي إنزيم أوكا أوشا أعطانا إمكانية تخليق حمض نووي مهم. نذكر الحمض النووي للبكتيريوفاج T4 أنه يحتوي على قاعدة نيتروجينية مختلفة. هذا الحمض النووي ينتج في وقت قريب في البكتيريا عند عدواها بهذا الفيروس. كون ما نلاح في شرح الآلية بالتفصيل. الفاج 2 يسلك سلوك أسوأ أنواع المختصبين. خلال 4 دقائق ينتج عدد من الإنزيمات يحطم النتيجات الضرورية لإنتاج الحمض النووي البكتيري ويستخدمها في بناء نيوكليوتيدات للتي 2 فاج، وبذلك يحطم الخلية البكتيرية. حياة الدراسة وأبحاث السرطان وفهم آلية الحياة.